بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصفات الموجبة للاستظلال بظل عرش الرحمن، ما أحلاها، ما أبهاها، ما أغلاها، هي فعلا في الدنيا كأنها ظل عرش الرحمن. من اتصف بإحداها استراح وطاب وحسن حاله، فكيف به إذا دخل في ظل عرش الرحمن جل وعلا يوم القيامة؟ ومن اتصف باثنتين كان أعظم سعادة وراحة وقربا من ربه. من اتصف بثلاث كان أعظم، وهكذا. ومن اتصف بها كلها حاز الخيرات كلها وحاز السعادة كلها، ويهناه بعظيم فضلها وغزير وبلها. وهناك أقوام كثير رزقهم الله تعالى أن يتحلوا بتلك الصفات كلها وأن يجمعوها بأسرها لما ملأ قلوبهم من الحق والعلم والعدل والمعرفة والإحسان ومحبته سبحانه وتعالى. أقوام لم يبقى في قلبهم مراد إلا إلههم، إلا سيدهم، إلا خالقهم، يأنسون بذكره ويشتاقون إليه ويحبون لقاءه وينعمون بمؤانسته، مخاطبته، مكالمته. لا شيء ألذ لهم في الدنيا بمناجاة الحبيب ومخاطبة القريب ودعاء السميع المجيب. ربهم حبيب قلوبهم، طبيب أفئدتهم، إليه يحنون، على بابه يقفون، وفي رحابه يعتكفون. أقوام امتزج حب الله تعالى بدمائهم وأرواحهم حتى صار لهم ترياقا، فسلكوا مسلكا حسنا في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبر عن صفاتهم وعن شيئا من علاماتهم إمامهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام بقوله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما أشرف الذكرى وما أشرف المذكور. الله تعالى حينما يذكره العبد خاليا عن كل ما سواه، خاليا عن كل ما عداه، ليس في قلبهم محل لسواه، يأنسون بمولاهم ويرتاحون بخالقهم جل وعلا. أقوام إذا ذكروا الله جل وعلا امتلأت قلوبهم خشية، ففاضت عيونهم دموعا لأثر ما يجدون من معرفة الحق، بل من معرفة الرب. لأن البكاء يكون تارة من الهيبة، ويكون تارة من المعرفة، من معرفته سبحانه وتعالى. ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. في كل حلقة لنا أنموذج من تلك النماذج العالية التي ظهرت فيها هذه الصفات الموجبة للاستظلال بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ولنا في هذه الحلقة نموذجا شريفا عاليا جمع الصفات الموجبة لظل عرش الرحمن حتى لا تكاد خصلة ذكرت موجبة للاستظلال بظل عرش الرحمن والنجاة يوم القيامة في هذا الحديث، حديث السبعة الذين يظلهم الله، أو في غيره، إلا وقد اتصف بها وتحلى بها تحقق بها، هو الإمام العالم العابد العارف الورع التقي النقي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه. هو إمام عادل، هو شاب نشأ في طاعة الله، هو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هو رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هو ذلك الذي جمع صفات الإيمان وخصال البر والتقوى، فعليه منا سلام الله ورحمته وبركاته. قال الإمام أحمد بن حنبل: لم يروى في فضائل أحد من الصحابة شيئا كما روي في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كفاه فخرا وشرفا أن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. كفاه فخرا أن يقول عنه عليه الصلاة والسلام: ألا من كنت مولاه فعلي مولاه. كفاه فخرا وشرفا أن يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا له ويؤاخي بينه وبينه عليه رضوان الله ورحمته وبركاته. نأخذ شيئا من ظهور هذه الصفة في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه. معاوية بن أبي سفيان طلب من ضرار الصداعي: يا ضرار صف لي عليا. فقال ضرار: أعفني يا أمير المؤمنين. لنصفه
قال عزمت عليك إلا أن تصفه، صف لي عليا، قل لي كيف تعرف علي، ما مناقب علي، ما أخبار علي؟ قال أما وقد عزمت علي فقد كان والله بعيد المدى، لا يجارى، لا يمكن أن يقرب منه أحد، كان والله بعيد المدى، شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، ويستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته، وكان غزير العبرة أي الدمعة من خشية الله جل وعلا، وكان غزير العبرة طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن، وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له. يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله، وأشهد أني قد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضا لحيته، يتململ تململ السليم أي الملدوغ من حية أو عقرب، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا غري غيري، أإلي تشوفتي أم علي تعرفتي أم إلي تعرضتي، هيهات هيهات قد طلقتك ثلاثا وبتتك ثلاثا، لا رجعة لي فيها، فعمرك قصير خطرك كبير، آهن آهن آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، فبكى ضرار لما رأى من بكاء علي، وبكى معاوية، وبكى الحاضرون عليه سلام الله ورحمته وبركاته، ما أخشاه لله، ما أخوفه من الله، ما أشد حياءه من الله، فاضت عيناه من خشية الله. ألا فلنتبع القوم في هديهم، ولنقتدي بهم في طريقهم، ولنعرض عن الدنيا الغرارة وعن بهجتها وعن غرورها، ولنتذكر آهن آهن آه من قلة الزاد وبعد الطريق ووحشة السفر، ولنبكي لربنا في ظلم ليالينا وفي السحر، عله أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله، جمعنا الله وإياكم في ذلك الظل الكريم، وأرانا وجوه هؤلاء القوم العظام، إنه سميع مجيب، الحمد لله رب.